بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الخراج والفيء والإمارة، وفي الباب الرابع والذي عنون له بقوله: باب في قسم الفيء. قال: حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء، أخبرني أبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن. فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق قسمة الفيء والغنائم، ولم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه الحادثة التي حصلت في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، كانت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو الذي روى ما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن قسمة الفيء. وقد جاء عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم أن كان معاوية هو الخليفة في الشام. فلما رآه معاوية رضي الله تعالى عنه التفت إليه وقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، يعني سل حاجتك، ما هي طلبتك، ما هي حاجتك حتى نقضيها لك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا المقام لم يسل حاجة لنفسه ولا لأهله، ولكنه سأل حاجة قد يغفل عنها كثير من الناس، وقد يغفل عنها بعض من ولاهم الله أمر المسلمين، وهي حاجة بعض الضعفاء، القادة والكبراء وأصحاب المناصب وأصحاب المنازل الاجتماعية، يظهرون ولا يخفى أمرهم على كثير من الناس ولا على كثير من أولي الأمر، ولكن الضعفاء بحاجة إلى من يلتفت إلى شأنهم وأن يتكلم باسمهم حتى لو لم يكلف من قبلهم. وهذا مطلب عزيز أيها الإخوة، وأمر في غاية الأهمية، لأنه ينبئ عما تكنه بعض النفوس من حب للخير وانتصار للضعفاء ورغبة في سد حاجات المعوزين. هذا الصنف من الناس كما تحدثنا في مرات سابقة هم الذين ينهدون من أنفسهم من غير أن يكلفهم أحد للمطالبة بحاجات الناس.
معتمدين في ذلك على ما لهم من الوجاهة، ما لهم من القبول عند أولي الأمر، وهذا غاية الحرص على الخير وغاية ما تكنه النفوس من الرغبة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وإنصاف المظلومين. هؤلاء يسمون في عند العلماء برجال العامة، رجال العامة، هؤلاء الذين يطالبون بحاجات الناس، يطالبون الولاة بحاجات الناس التي لا تخصهم هم في أنفسهم. هذا بلا شك أدعى للقبول، وهذا أعظم في باب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إعانة وانتصار لهؤلاء الضعفاء. من هم هؤلاء الذين ذكرهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمعاوية حتى لا ينساهم، حتى يسرع في إنفاذ حقوقهم؟ قال: حاجات المحرر، عطاء المحررين. المحررون هم إما العتقاء الموالي الأرقاء الذين أعتقوا، وإما الذين كاتبوا مواليهم، يعني اشتروا أنفسهم بأموال لا يملكونها ولكنهم يسعون في تحصيل هذه الأموال ليدفعوها إلى مواليهم ليصبحوا أحرارا بعد ذلك. وأيا ما كان فإن هذه الفئة فئة ضعيفة ليس لها من يقوم بشأنها. فعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه بهؤلاء الضعفاء وقال: عطاء المحررين. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه عطاء بدأ بالمحررين. وهذا فيه تذكير عظيم لولي أمر المسلمين أنه يهتم بمثل هذه الحاجات التي قد تنسى. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن بعض الصحابة جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، أبو مريم الأزدي جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فهش له معاوية، استبشر بقدومه، فقال الرجل، قال: ما عندك؟ ماذا تريد؟ قال الرجل: عندي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أسمعك إياه. هذا معنى حديثه. ما هو هذا؟ قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم احتجب الله دون حاجته وخلته. فلما سمع معاوية ذلك أقام رجلا من المسلمين على حاجات الناس، يعني نصب واليا يستقبل حاجات الناس ويحاول أن يقضيها أو أن يرفعها إلى ولي أمر المسلمين معاوية لينظر في أمرها حتى لا يقع في تحت طائلة هذا التهديد احتجب الله عنه. هذا الحديث أيضا يأتي في باب قبول الولاة للتذكير والنصح. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكره هنا بحاجات هؤلاء المحررين. وهذا يدل على أن العطاء هذا، على أن الأموال هذه التي ترد إلى بيت مال المسلمين لكل واحد من المسلمين فيها حق، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في ما مر معنا في الدرس الماضي أنه قال للمسلمين: لست بأولى بهذا منكم، ولي ولكم فيه حق، كل المسلمين يستحقون فيه، وإن كانت هذه الحقوق متفاوتة بحسب اعتبارات معينة. حتى هؤلاء الأرقاء المحررون لهم نصيب في هذا الفيء. وهذا يدل على عدل الإسلام وعلى شمول أحكامه لكل حاجات الناس حتى لهؤلاء الضعفاء. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى
قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. نعم، الحديث الذي تقدم معنا هنا حديث عبد الله بن عمر ومخاطبته لمعاوية رضي الله تعالى عنه في ولايته بوجوب الاعتناء بعطاء المحررين، قد يفهم منه أن هذا خاص بالرجال، لكن حديث أم المؤمنين عائشة هذا رضي الله تعالى عنها يدل أن هذا لا يختص بالرجال، بل هو للرجال كما هو للنساء. وتروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد جاءته ظبية، ظبية جراب من الأدم فيها خرز، وهذا يتبع مصالح النساء. الخرز هذا لا يستعمله الرجال وإنما يستعمله النساء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرة والأمة. وليس المقصود هنا الحرة الواحدة والأمة الواحدة، ولكن الجنس، قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين الحرائر والإماء، أعطى للحرائر نصيبا منها وأعطى للإماء نصيبا منها، لأن الذي جمع بين الحرائر والإماء هنا ما هو؟ الإسلام. فلذلك يستحق كل واحد من هؤلاء في الفيء وفي الغنيمة وفيما يرد إلى بيت مال المسلمين. وتروي أيضا عن أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقسم للجميع، إذا جاءه مال قسمه للجميع. نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا ابن المصفى قال: حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. نعم، لازلنا أيضا في استعراض الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الفيء، ولكن هذا القسم كما أشار أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما فيما مر معنا في الدرس الماضي له مراتب، كما قال أمير المؤمنين: الرجل وقدمه، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته. هؤلاء لهم مراتب. فهذا حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يرويه ابن المصفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم للمتأهل حظين، يعني يعطيه سهمين، وللأعزب يعطيه حظا واحدا. يقول إنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم فأعطى له، يعني لعوف بن مالك، نصيبين، قال: لأنه كان متأهلا متزوجا يعني، وأعطى لعمار بن ياسر. وعمار من السابقين إلى الإسلام، من أصحاب المكانة التي لا تنكر، أعطى له نصيبا واحدا لأنه كان أعزب في ذلك الوقت. نعم. باب في أرزاق الذرية. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. نعم، هذا الحديث مر معنا فيما تقدم في كتاب قسمة الميراث، لكن هنا فيه أيضا استدلال أشار إليه المصنف، وهو
أن من ترك ضياعا يعني أسرة أو أولادا ليس لهم عائل أو ترك دينا قال فإلي أو فعلي. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم عما يجب في بيت مال المسلمين لمن لا يجد ما يسد به دينه أو ما يقوم بحاجة أولاده الذين تركهم. إذا ترك مالا فلورثته لا يؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين، لكن إذا ترك ضياعا ترك أسرة ليس لها من يقوم بشأنها أو ترك دينا فهو لبيت مال المسلمين يسد عنه من بيت مال المسلمين. وهذا عندما يكون بيت مال المسلمين منتظما، وعندما يكون بيت المال المسلمين قادرا على الوفاء بكل هذه الحاجات، لأنه في بعض الأحيان قد تكثر هذه الحاجات الديون والمصالح الخاصة، فربما تتقلص المقدرة مقدرة بيت المال المسلمين على سدها، لكن لا بد من أن تسد. وهذا السد ليس بالضرورة أن يكون بالإعطاء المباشر، قد يكون في شكل إعانات، قد يكون في شهر تسهيلات تعطى للمحتاجين وللفقراء ولذوي الحاجات. المهم أنه لا بد أن يكون لحاجات هؤلاء من يكفلها من بيت مال المسلمين. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي ومن ترك مالاً فلورثته. نعم، هذان الحديثان يؤكدان ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك ضياعاً يعني عائلة ليس لها من يقوم بشأنها أو ترك ديناً فإنه يسد من بيت مال المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فإلي أو فعلي باعتبار أنه ولي أمر المسلمين، وباعتبار أن التصرف في بيت المال كان يتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، وولي أمر المسلمين في كل زمان هو نائب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أداء هذه الحقوق. نعم. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. هذا أيضا يتبعه الإجازة يعني القبول، القبول بالإنسان في أن يكون من ضمن المقاتلين، هذا يتبعه أنه إذا حصلت غنيمة أن له نصيب، أن له نصيبا في الغنيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعرض المقاتلين يعني كان يتفقدهم ويرى من يصلح ومن لا يصلح في يوم أحد، فعرض عليه في من عرض عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان صغيرا وقتها كانت سنه 14 سنة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقبله في المقاتلين، لم يأذن بأن يكون من ضمن المقاتلين، لأنه لو قبله لكان له نصيب في الفيء أو في الغنيمة. ثم عرض عليه في السنة التي بعدها في غزوة الخندق فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ما السر في قبوله في غزوة الخندق
ورده في غزوة أحد. في غزوة أحد كان سنه كما ذكرنا 14 سنة، وفي الخندق كان سنه 15 سنة، يعني أنه بلغ حد الحد الذي تتعلق به التكاليف الشرعية. وهذا هو الدليل لمن يقول بأن حد البلوغ هو 15 سنة. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح في هذا السن مكلفاً، تجاوز حد الصبا ودخل في حد التكليف، فلذلك يؤذن لمثله في أن يقاتل ويستحق الغنيمة فيما لو حصل للمسلمين غنيمة بعد ذلك. نعم. باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال: حدثني أبي مطير أنه خرج حاجاً حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواءً أو حُضَضًا، وقال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاءً، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشاً فدعوه. فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان يتعلقان أيضاً بقسمة الغنائم وقسمة الفيء وبطلب الفيء، الحصة، أن يطلب الإنسان نصيبه من بيت مال المسلمين. هذا كله لا حرج على الإنسان فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من حال تنبأ بها تصير إليها الأمور فيما بعد في بعض الأحيان، هو إذا صار المغنم دولاً، يعني يتداول بين بعض الناس دون بعض، وأصبح لا يوصل إلى يتوصل إليه إلا بالرشا، دفع الرشوة إلى من بيده الأمر حتى يحصل له العطاء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوه ما دام يأتي بدون هذه الأمور المنهية عنها شرعا. فإذا صار الأمر إلى ذلك فإن على الإنسان المسلم أن يبتعد عنه، لأنه في هذه الحال لا يؤخذ بحقه، وإنما يتوصل إليه بالأمر الحرام كالرشا ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير هنا إلى ما سيحصل من التدافع والتزاحف والتقاتل بين طلاب الولاية. يقول: فإذا تزاحفت قريش، يعني تدافعت وتقاتلت، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما سيحدث بعده، وقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور التي يخبر بها عن المغيبات التي ستقع ليس في زمانه وإنما في الأزمنة التي تأتي بعده، هذا لا يمكن أن يصل إليه المرء بحكم بشريته، لأنه لا يستطيع أن يعلم ما في الغيب، لكن هذا لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بطريق الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه بما سيحصل بعده. وهكذا حصلت الحروب والمنازعات بين بني أمية وبين بني العباس،
وهكذا شأن الملك، عندما يصبح الأمر ينتقل إلى أن يكون ملكا فإنه يؤدي هذا إلى المنازعة وإلى المقاتلة، وبعد ذلك العطاء لن في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان لا يمكن أن يتوصل إليه بالطلب المعتاد، بل لا بد أن يسلك الإنسان إليه مسارب لا تقرها الشريعة كالرشا ونحوها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الحال ونهى عنها. وليس بالضرورة أن يكون المقصود ما كان يحصل بين قريش في خلافة بني أمية وبني العباس، ولكن هذا في كل زمان في الأزمنة التي تلته الإنسان يأخذ العطاء من بيت مال المسلمين ما دام قد جاءه بحقه، لأنه يأخذ حقه من غير منة من أحد. لكن إذا حصل أنه لا يمكن أن يتوصل إلى عطائه هذا وحقه في بيت المال إلا بالرشوة وإلا بارتكاب المحرمات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بترك ذلك. ترك ذلك خير من تحصيله، لأن تحصيله لا يتحقق إلا بارتكاب الأمر المحرم. نعم. باب في تدوين العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. نعم. العنوان الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تدوين العطاء، أن يكون للعطاء ديوان، يعني يكون له سجل، أن تكون له إدارة يسجل فيها أسماء المقاتلين، ويسجل فيها أسماء أصحاب ذوي الحاجات، ويسجل فيها أسماء المستحقين. كل هؤلاء لا بد أن يكون له ديوان. وهذا من التطور الذي حدث في الدولة الإسلامية، وكان من أشهر من ابتدأه وحرص عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. عمر دون الدواوين كما تقول كتب السير والتواريخ، يعني أنشأ الدواوين، الإدارات التي تضبط الجند، تضبط العطاء، تضبط طريقة التوزيع، كل هذا أنشأه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. يقولون أيضا ومصر الأمصار، يعني اختط المدن عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم ينبت ولم ينشأ في البلاد التي كانت فيها المدنية غالبة كأرض فارس وأرض الروم والشام والعراق ونحوها، كان في الجزيرة، ما كانت عندهم هذه الأشياء. ولكنه أدرك بنافذ بصيرته رضي الله تعالى عنه، وهو الملهم الذي أجرى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحق على لسانه وقلبه، عمر مصر الأمصار، يعني أنشأ المدن واختطها، وكان يكتب لولاته كيف ينشئون المدن، لا بد من وجود مساجد، لا بد من وجود مرابط للخيل، لا بد من وجود طرقات، كل هذا كان يكتب به عمر رضي الله تعالى عنه لولاته. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ هذا الحديث فيه أن جماعة من المسلمين من الأنصار، وحسبنا عندما نقول من الأنصار أننا نستشرف المكانة والمنزلة التي كان عليها هؤلاء الأنصار. من هم؟ هؤلاء الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا وفدوه بأموالهم وأنفسهم، وقاموا معه حتى ثبت الله سبحانه وتعالى دينه ونصر بهم عباده. هؤلاء الأنصار استقبلوا إخوانهم المجاهدين واستقبلوا المهاجرين واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ولاية عمر رضي الله تعالى عنه، كانت جماعة من الأنصار، جيش من الأنصار
في ثغر من الثغور يواجهون الفرس، وكان من عادة عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أمثال هؤلاء. ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أمثال هؤلاء؟ أنه كان يعقب بعضهم بعضا. المجاهد في الثغر ما كان يجلس أكثر من سنة الجيش، فيرسل إليهم جيشا آخر ليحلوا محلهم، ثم يعود هؤلاء إلى أهليهم وأموالهم ويقضوا حوائجهم. فتأخر عمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة لهؤلاء بعد أن انقضى الحول، وهم محتاجون لأن يعودوا إلى أهليهم وإلى مصالحهم. تأخر عمر، لم يرسل بدلا عنهم، فلما طال عليهم الأمد تركوا مكانهم ورجعوا من أنفسهم. لماذا رجعوا؟ لأنهم يعلمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهو أنه كان يعقب بعضهم بعضا، يعني يأتي بطائفة بدل الطائفة التي كانت في الثغر. فرجعوا، فلما رجعوا غضب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من صنيعهم، وتواعدهم، يعني هددهم بأن يعيدهم مرة أخرى إلى الثغر. فتفاوضوا معه، حدثوه وقالوا: إنك أخلفت ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت الذي أخلفت ما كان عليه الرسول، لم ترسل بدلا عنا من يتيح لنا أن نعود إلى أهلنا وإلى أموالنا. ما الذي شغل عمر؟ وهذا موطن الشاهد، ما الذي شغل عمر رضي الله تعالى عن هؤلاء؟ هل نسيهم؟ لا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان مشتغلا بتدوين ديوان الجند، كان مشتغلا بهذا الأمر، وإذا استتب هذا الأمر فإنه لا يمكن أن ينسى أحد، لأنه سيعلم من هم الذين يستحقون أن يعودوا ومن هم الذين يجب عليهم أن يذهبوا. فهذا الحديث ورد هنا لبيان أن عمر رضي الله تعالى عنه ما تركهم إهمالا لشأنهم، وإنما تركهم لأنه كان يعمل في إنشاء الديوان الذي يضبط لأمثال هؤلاء حقوقهم وما يلزم لهم. قال: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا محمد بن عائذ قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به. نعم، هذان الحديثان في بيان فضل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، هذا الرجل الذي نصر الله به الإسلام وأعز به دين الله، وكان إسلامه فتحا كما ورد في الرواية. بعد أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه تغير وضع المسلمين، وأحسوا بالقوة، وأحسوا بتغير حالهم من الضعف إلى القوة والثبات والجلد. عمر كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وكما أخبر، قال: إن الله أجرى على الحق على لسان عمر وعلى قلبه. وهذا كما ورد في ما رواه
عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى رحمه الله، وفيما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد ذلك. ما هو السبب الذي من أجله روى عمر بن عبد العزيز هذا الحديث؟ السبب أنه سئل عن قسمة الفيء. عمر كان في ولاية أمر المؤمنين، كان هو الخليفة، فسأله سائل كيف قسمة الفيء، فأظهر عمر رضي رحمه الله ابن عبد العزيز أن قسمة الفيء على ما قسمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قسمه والمسلمون متوافرون والصحابة كلهم موجودون في زمنه فأقروه ووافقوا عليه فجرى عليه العمل، كأنه يقول ليس عندي في قسمة الفيء غير ما حكم به أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في قسمة الفيء. وهذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي في عمر رضي الله تعالى عنه أنه بيّن أن الفيء لعموم المسلمين، كل أن المسلمين جميعاً شركاء في هذا الفيء فيما يرد إلى بيت مال المسلمين. ثم ذكر قال الرجل وقدمه يعني سابقته في الإسلام، والرجل وغناؤه، والرجل وحاجته، وهكذا. فذكر هذه الأمور مرتبة وأقرها المسلمون، الصحابة، صحابة محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا في ذلك الزمان مع عمر، لم ينكروا عليه هذا الأمر. وهذا دليل على أن ما رآه عمر في موضع القبول من الجميع، وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فيما رآه عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخذ الجزية من أهل الكتاب، ثم ماذا؟ الجزية حتى أخذت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أظهر لهم الأمان في مقابل دفع الجزية هذه. إذا دفعوا الجزية ما لهم؟ ماذا عليهم وماذا لهم؟ عليهم أن يدفعوا الجزية، دفعوها، ماذا لهم؟ لهم أنهم يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم، لا يعتدي عليهم أحد ولا يظلمهم أحد. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره فرضوا حتى لأهل الذمة الفقراء من بيت مال المسلمين. يروى أن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر رأى في سفره إلى بيت المقدس، وعمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب هو الذي استلم بيت المقدس، مفاتيح بيت المقدس، سافر من المدينة هو وخادمه إلى بيت المقدس، قالوا لا نسلم النصارى هذا المفتاح إلا لولي أمر المسلمين. فبلغ عمر، بلغ هذا الأمر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فسافر فاستلم مفاتيح بيت المقدس. عمر رضي الله تعالى عنه في سفرته رأى رجلا كبير السن من أهل الكتاب، يعني من غير المسلمين، من اليهود أو من النصارى، على قارعة الطريق يتكفف الناس. ما معنى يتكفف الناس؟ يعني يمد كفه يسألهم لفقره وحاجته. فلما رآه سأل من هذا؟ قالوا هذا رجل من أهل الذمة، فقير محتاج. بكى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال ما أنصفناك، ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك، يعني في حال قوتك وقدرتك على دفع الجزية أخذناها منك وتركناك تتكفف الناس في هذه الحال. وأمر أن يفرض له، ما معنى أن يفرض له؟ يعني أن يعطى من بيت مال المسلمين، قال أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين.
أفبعد هذا عدل أيها الإخوة؟ أفبعد هذا رحمة؟ أفبعد هذا إنصاف؟ من يقول الآن ومن يزعم أن في غير الإسلام يوجد مثل هذا الإنصاف؟ هذا الذي يقوله مجاف للحقيقة ومجاف للواقع. هذا الذي يفعله يفعله أمير المؤمنين، يأمر ولاته ويأمر عماله بهذا الأمر، وهو القادر في ذلك، هو الذي يملك السلطة في ذلك الوقت أن يزيد من إهانة هذا الرجل الفقير أو أن يقتله أو أن يطرده، لكنه ما نظر إلى ذلك، نظر إلى معاني العدل ومعاني الرحمة التي يتميز بها هذا الدين. فيقول عمر: وفرض لهم على أهل الذمة الجزية وجعل لهم الأمان، الأمان في مقابل ما يدفعونه. حديث أبي ذر وعمر بن عبد العزيز يستدل على قبول قول عمر وعلى قبول تصرفه هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. إذا كان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فحري بكل من يأتي بعده ممن له ولاية أن يرعى هذا الأمر وأن يوقر أقوال عمر رضي الله تعالى عنه وتصرفاته. وحديث أبي ذر الذي بعده أيضا يؤكد هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في شأن عمر: أن الله قد أجرى الحق على لسان عمر. وهذا تأكيد لما ذكره عمر بن عبد العزيز، تأكيد سبقه إليه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه. هذا مما يظهر ويبرز مكانة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى، قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وإني قد أمرت فيهم بشيء، فاقسم فيهم. فقلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله عز وجل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء،
والله على كل شيء قدير، فكان الله تعالى أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها. فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قال أبو داود: إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، وهو يدل على أمر اختص الله به أنبياءه دون سائر البشر. الأنبياء في أصل خلقتهم وحياتهم بشر من البشر. الله سبحانه وتعالى يقول عن الكافرين: وقالوا ما لهذا الرسول، في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يتهكمون عليه ويطلبون مطالب ليست إليهم ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مرتبطة بحكم الله سبحانه وتعالى. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، إلى آخر ما هنالك من المطالب الجائرة. النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن ما الفارق بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر وبين بقية البشر؟ أنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره. فلذلك اختص الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء بأمور يخالفون فيها بقية البشر، أنه يوحى إليهم، أن أمرهم لله ولدين الله، حياتهم كلها ليس فيها شيء مما يتطلبه البشر من الكسب وحيازة الأموال وتوريث من بعدهم، لا، لأن النبي لم يبعث لأهله ولأسرته، وإنما خصوصا نبينا عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه كما جاء في الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، عموم بعثته عليه الصلاة والسلام. فليس لأهله ولا لقرابته فيه أكثر مما لبقية المسلمين فيه. فلذلك الله سبحانه وتعالى
لم يجعل له مالا خاصا يكون لمن بعده. وهذا أيضا فيه معنى آخر أيضا، حتى لا يظن بعض الناس أن النبي قد اختص ببعض الأموال، آثر بها أقاربه، أو رعى مصالحهم أكثر من مصالح المسلمين. لا، قطع الله سبحانه وتعالى دابر هذه الواردات كلها، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نترك شيئا يورث بعدنا، لا نترك شيئا يورث بعدنا، ما تركنا صدقة. يعني ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي تركناه صدقة، في وجوه الصدقات التي ينتفع بها المسلمون. في حديث آخر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء ليس الأموال، ليست الأموال، وإنما العلم والهدي الذي جاءوا به، هذا ميراث النبوة. فكل من أتباعهم على منزلته، ويستطيع أن يأخذ بقدر ما أوتي من جهد ومن قوة من هذا الميراث وهو العلم. أما المال فليس له بعده شيء يتنازعه ورثته. وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل للأنبياء جميعا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فهذا كان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، زوجها علي، وجاء عمه العباس، جاءوا إلى أبي بكر يسألونه ماذا؟ يسألونه الميراث، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وما دام أنه قد توفي وله ورثة، فهم جاءوا يسألون الميراث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك أموال اختص بها في حياته من أموال الفيء، الأموال التي ترد إلى بيت مال المسلمين نوعان: نوع الغنائم، والغنائم هي ما أخذ من الكفار بالقتال مغالبة، كما حصل في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها، وهنالك نوع آخر يرد إلى المسلمين بدون تعب كبير، وهو ما يسمى بالفيء. الفيء ما هو؟ المال الذي جلى عنه الكفار، هربوا وتركوه، هذا غنيمة باردة يسرها الله سبحانه وتعالى للمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر بأمر ربه، بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قسمة الفيء وقسمة الغنيمة. اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من أموال الفيء بعضا منها. لماذا؟ كان يأخذ منه ما يعود به على أهله ونفسه، نفقته ونفقة أسرته حولا كاملا، والباقي ما كان يدخره، كان ينفقه في بقية أموال المسلمين، يعني يرده إلى مصارف الغنيمة إلى المسلمين. هذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء علي رضي الله تعالى عنه والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر يسألانه الميراث، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأموال التي اصطفاها، أموال بني النضير جلوا عنها وتركوها للمسلمين، كان النبي عليه السلام قد اختارها اصطفاها. علي يطلب ميراث زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولد ذكر، فباع النصف لابنته، لو كان له ميراث فالنصف لابنته والنصف الآخر لعمه لأنه هو العصبة. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بيّن لهما أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون لورثة الرسول عليه الصلاة والسلام،
ما تركنا صدقة، ليس لكما شيء. ومضى هذا الحال في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر كان يتصرف في أموال بني النضير التي اصطفاها الرسول عليه الصلاة والسلام بتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ منها حاجته والباقي يرده في حوائج المسلمين. لما جاء الأمر إلى عمر أيضا أمضاه على هذا النحو، لكن جاءه العباس وجاءه علي مرة أخرى. جاء إلى من؟ إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فسألاه أن يعطيهما هذا المال الذي اصطفاه الرسول عليه السلام. فعمر بيّن لهما أن هذا ليس ميراثا للرسول عليه السلام، ولكن عمر يتصرف فيه بمقتضى ولايته. فلما ألح عليه دفعه إليهما، دفعه إليهما على أي نحو؟ على أن يلي التصرف فيه على ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يأخذ بقدر حاجتهما ويرد الباقي لمصلحة المسلمين. هذا الحديث له قصة أيضا في روايته، أن هذا الرجل مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه استدعاه عمر فجاء إليه، كان مقدما في قومه، فجاء إلى أمير المؤمنين فوجده على سرير قد أفضى إلى رماله. هذه العبارة لابد أن نفهمها، ما معنى أفضى إلى رماله؟ يعني جلس على السرير بدون أن يكون هنالك على السرير أي فراش أو شيء يقيه، السرير فيه حبال خشنة وعمر جلس عليها، ما عنده فراش ولا شيء يقيه من حبال هذا السرير، هو أمير المؤمنين جلس عليه. فلما جاء إليه مالك قال له قد جاءني مال، فخذ هذا وأنفقه في قومك، جاءنا أناس من قومك محتاجون، خذ هذا. فمالك ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أحب أن يبتعد عن الحرج مع قومه، قال لو بعثت إلى غيري حتى يخرج من الحرج. فأمره عمر أن يأخذ المال وأن يوزعه في قومه، لأنه كان يثق فيه ويعلم أنه يعرف المحتاج من غيره. في هذه الأثناء جاء خادمه، خادم عمر أمير المؤمنين، وقال له إن بالباب أربعة من السابقين من أصحاب بدر ممن شهد الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، الأربعة هؤلاء وهم من المهاجرين، فأمر بدخولهم فدخلوا. ثم بعد ذلك جاءه الحاجب هذا وقال له إن بالباب، إن عليا والعباس بالباب، فأذن لهما. عمر أدرك بفطنته أن هنالك خطة محكمة، هؤلاء الأربعة جاءوا لماذا؟ جاءوا كالشفعاء مع العباس ومع علي. فلما دخل العباس ودخل علي قال العباس رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي عليه السلام، قال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا بالحق. فقال هؤلاء الأربعة نعم يا أمير المؤمنين اقضي بينهما. فعمر أدرك أن هنالك خطة، فالتفت إلى الأربعة ونشدهما بالله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وبين كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في أموال بني النضير. ثم جاء ونشد العباس وعلي عن هذا فأقر، ثم نشد العباس وعلي مرة أخرى عما كان في عهد أبي بكر وعما اتفق معهما عليه في أن يلي هذا الأمر يتصرف فيه كما كان يتصرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. ثم بعد ذلك قال لهما والله لا أغير شيئا، إما أن تقبل بأن تتصرف في هذا المال كما ذكرت لكما وكما جرى عليه العهد عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر، وإما أن ترداه إلي. لكن في نهاية الرواية ما يدل على أن العباس
وعليا رضي الله تعالى عنهما ما جاء يطلبان الميراث، وإنما جاء يطلبان أن يقسم بينهما ولاية هذا المال، ألا يكون مشتركين، يقسم هذه الولاية نصفها للعباس ونصفها لعلي، فأبى وقال إما أن تلياه كما جرى عليه الاتفاق، وإما أن يعود هذا إلى بيت مال المسلمين وإلى ما كان عليه الحال في السابق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راية الحق والدين، إنه على كل شيء قدير.